تنطلق اليوم فعاليات الدورة العادية 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد يومي 9 و10 من فبراير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا. ومن المعتاد أن يعقد الرئيس السيسي على هامش القمة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين، كما سوف يترأس الجلسة المغلقة في أول أيام القمة. ومن المتوقع أيضا أن يتناول الرئيس السيسي في كلمته في القمة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي التي استمرت على مدار عام، ركزت خلالها مصر على ملف التكامل الإقليمي القاري، وأولت أهمية خاصة لهذا الملف نظرا لإيمانها بمحوريته ودوره الهام في مجال التنمية واستقرار القارة. عبر الهاتف تنضم إلينا السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ إيمان. إذا كما قلنا في بداية هذا الخبر، هناك يعني استعراض سيكون في القمة لجهود مصر على مدار العام المنصرم في ترأس الاتحاد الأفريقي وما قامت به مصر من التركيز على محاور عدة، وأيضا استضافت فعاليات مهمة جدا في مصر تخص طبعا القارة الأفريقية. ماذا في هذا الشأن من تفاصيل رأي حضرتك في هذا العام ورئاسة مصر للاتحاد وكل الفعاليات التي استضافتها؟ والله يا أستاذة إيمان، تميزت رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقي بأنها يعني مدت جسور الارتباط والتعاون مع العالم كله في القمم المتتالية، وكمان في التركيز على القمم الأفريقية المتخصصة والقضايا الأفريقية الأساسية اللي هي نقص التكامل الإقليمي اللي موجود في أفريقيا، نقص البنية الأساسية اللي تؤدي لتنشيط التعاون والتكامل الإقليمي. أدى التوصل إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة يعني اللي تم التوقيع عليها ودخول حيز التنفيذ، ده معناه إن احنا بنبدأ عصر جديد في القارة الأفريقية. كانت الجهود الخاصة بالتنمية والتنمية المستدامة بتتطلب كذلك الحديث عن التحديات اللي بتواجهها القارة، خاصة في مجال السلم والأمن، لأنه دي عملية محورية أنه يعني نسعى إلى تحقيق الاستقرار في القارة حتى تنطلق جهود التنمية. فلا يمكن الفصل بين قضايا التنمية والقضايا المرتبطة بتحقيق السلم والأمن العام في القارة الأفريقية. دي كلها تحديات كبيرة جدا واجهتها مصر برئاستها ورئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي بشكل واضح ومحدد، ونقدر نقول أنه مصر وضعت أجندة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على كيفية مواجهة التحديات في قضايا الأمن وفي القضايا التنموية التي تهدف إلى يعني ترابط القارة في 2063. كل دي موضوعات نجحت فيها مصر. الأساس كمان المبادرات الخاصة اللي قامت فيها الحكومة المصرية فيما يتعلق بطرح إمكانية التعاون ومعالجة مليون أفريقي، ودي مسألة أساسية جدا من الأمراض، لأنه في أمراض متوطنة جامد قوي في القارة الأفريقية. تصدي مصر لمحاولة نقل التجربة الناجحة في مصر لمكافحة فيروس في إلى القارة الأفريقية بيلمس وتر حساس عند الشعوب الأفريقية، مش بس عند الرؤساء الأفارقة وإنما عند المواطن الأفريقي العادي. كل هذه موضوعات مهمة جدا في هذه القمة. كمان رئيس مصر انتخبت مرة تانية لعضوية مجلس السلم والأمن. نعم صحيح. وكمان تحدث الرئيس أمام آلية اللي هي مراجعة النظراء اللي هي بتوعنا بالحكم الرشيد في المجتمعات الأفريقية، لأنه لا يمكن تحقيق تنمية وتحقيق سلام دون الحديث عن أنه لابد من أننا يبقى في مكافحة شاملة للفساد
ومواجهة أي عوائق في إدارة الحكم، والنماذج العالمية موجودة ما هياش صعبة قوي مواجهتها. ودعوة الرئيس لكافة دول القارة أنها تنضم لآلية مراجعة الوزراء، ودي آلية يعني اختيارية بتراجع أسلوب الإدارة والحكم في الدول الأفريقية. لو لميتي هذه العناصر كلها بتقولي ان احنا في بداية طريق طويل في افريقيا، انما على الطريق السليم، واتعشم ان شاء الله ونأمل جميعا انه نقدر نحقق هذا على وتنفيذه على ارض الواقع، وهي مسألة مهمة جدا. وكويس قوي انه رئاسة جنوب افريقيا بتلي الرئاسة المصرية، لانها برضو تتميز بالمبادرة والقدرة على التحرك في القارة. نعم، هذه جزئية مهمة كنت أريد أن أناقشها مع حضرتك، مسألة استكمال ما تقوم به، ما قامت به مصر خلال العام الماضي. فكرة أنه يبدأ أو تبدأ الدولة الجديدة في رئاسة الاتحاد الأفريقي بما انتهت منه مصر، وفكرة الاستكمال لكل المشروعات وكل الأفكار التي طرحت والتي قدمت من مصر، وكل حتى الرؤى الخاصة بالتنمية المستدامة وبقضايا مهمة مثل الصراعات والهجرة غير الشرعية وأمور مثل هذه الأمور. جنوب أفريقيا ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، هل تعتقدين أن هناك رغبة ونية حقيقية من الدول الأفريقية ومن الدولة الجديدة في رئاسة الاتحاد لاستكمال الرؤية المصرية؟ شوفي، أنا أتصور أن هناك فعلا رغبة من جنوب أفريقيا لاستكمال والتعاون مع مصر بشكل كامل. وبعدين ما تنسيش أنه في بعد انتهاء رئاسة مصر هي هتبقى عضو في الترويكا اللي بتتعاون في الاطار الافريقي، الترويكا الرئاسيه اللي هي مع سيريل راماكوزا جنوب افريقيا، ومع كاجامي اللي هو كان قبلنا رواندا اللي كانت بترأس الاتحاد الافريقي. هذا الهيكل بيساعد، الهيكل التنظيمي في قمه الدول الافريقيه بيساعد قوي في استكمال وتنشيط المبادرات المختلفه، خاصة أنه يعني نقدر نقول أنه رئاسة مصر عملت صحوة في أفريقيا وواجهت بشكل جريء وشجاع للقضايا الأفريقية اللي بتواجهها القارة، سواء في مجالات الأمنية أو سواء في المجالات التنموية. أعتقد أنه تعاون مصر وجنوب أفريقيا ورئاسات الأفارقة جميعا لأنهم متعطشون لإصلاح الأوضاع في القارة الأفريقية. الجانب المشرق كمان، القمم اللي عقدت مع التجمعات العالمية المختلفة وآخرها الاجتماع اللي كان في لندن عشان الاستثمار، وقبلها القمة بقى روسيا أفريقيا، وقبلها اليابان أفريقيا، ألمانيا أفريقيا، كل هذا بيشجع هذه الدول إنها بتجد قدامها طرف مستعد يبذل جهود لإصلاح الأوضاع في القارة الأفريقية. نأمل أنه يعني تنطلق أفريقيا إن شاء الله. نعم. في المراحل. نعم. القادمة. جزيل الشكر لحضرتك السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.